للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير، نبارك لكم هذه المناسبة الدولية، اليوم الدولي للتعليم. لا شك بأن يعني إنجازات عديدة حققها القطاع التعليمي في مملكة البحرين، ويعني أبرزها ضمان العملية التعليمية واستدامتها على الرغم من تحدي جائحة كورونا الذي عانت منه جميع دول العالم. لو تطلعنا سعادة الوزير والسادة المشاهدين على أهم تلك الإنجازات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم. الأخ العزيز، حييك وحيي أيضا المشاهدين الكرام على هذا التقرير الذي يؤكد مدى تواصلكم واهتمامكم بكل الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. في الواقع أن يعني في فترة الجائحة كان هناك تحدي كبير جدا، وفي الواقع ولله الحمد لا زال الكثير من الأخوة، والوزارة تفتخر طلبة وأولياء أمور وكذلك منتسب الميدان التربوي بالكلمة التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد فهدى حفظ الله ورعاه. فكانت هذه الكلمة دافعا مهما ومحركا للتعامل مع هذه الجائحة منذ الأيام الأولى، وكما أن الدعم المستمر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه كان يشكل داعما أساسيا أيضا، وإحنا نتعامل بشكل يومي مع هذه الجائحة وكذلك متابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. في الواقع أخي الكريم يعني كانت هذه الجائحة مرت على العالم يعني بشيء مفاجئ، ولله الحمد وزارة التربية والتعليم كونها تملك بنية أساسية قوية من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل استطعنا أن نوفر الخدمة التعليمية في وقت قياسي جدا. فلا يخفى عليك أخي الكريم أن في السنة الماضية في العام الدراسي الماضي بلغ عدد الذين استخدموا بوابة وزارة التربية والتعليم إلى حوالي 68 مليون زيارة من قبل أبنائنا الطلبة وكل المهتمين بالشأن التعليمي، لأن وجدوا في هذه البوابة كل ما ينشده الطالب من تواصل مع المدرسة أو المعلومات التي تم توفيرها أو الدروس التي تم تحويلها إلكترونيا. وللعلم الكريم أخي الكريم يعني من بداية العام الدراسي من سبتمبر إلى الأيام الماضية بلغت عدد الزيارات تفوق أكثر من 33 مليون زيارة لبوابة وزارة التربية والتعليم. إحنا ننفذ توجيهات قيادتنا الحكيمة بتوفير التعليم للجميع، لذلك يعني كما تعلم والشكر موصول للإخوان في وزارة شؤون الإعلام أيضا على توفير قناة يعني تبث دروس في فترات مختلفة طول اليوم على أساس نضمن أن الطالب يتابع الدروس، وبعض الأحيان يكون ولي الأمر موجود في الفترات المسائية أو غيرها. لكن النقطة المهمة أخي الكريم أشرت لها أنت في تقريرك عندما تكلمت عن تقرير التعليم للجميع، لله الحمد مملكة البحرين من أول فترة صدر فيها هذا التقرير كانت هي الفئة، كانت في الدولة العربية الوحيدة في الفئة ألف، ثم أتت دول أخرى ولكن كنا إحنا موجودين أيضا لم نتغير في هذه الفئة. هذه نقطة. بالنسبة أيضا نحن يعني نعمل على أكثر من اتجاه، اتجاه توفير خدمة التعليم حق أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 28 ألف درس تم خلال العام الدراسي الماضي حتى لا يكون هناك انفصال بين هؤلاء الطلاب الأعزاء وبين معلميهم يعني. وكذلك أيضا لم تتوقف الوزارة عن نقطة مهمة جدا، احنا بدعم من قيادتنا الحكيمة وافق مجلس الوزراء بعد ذلك على الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم، وهذه خطة طموحة يعني نتكلم عن إنشاء 18 مدرسة جديدة، 24 مبنى أكاديمي وفي مختلف المحافظات، وكل ذلك لرفع الطاقة الاستيعابية غير أعمال الصناعة غير أعمال الصيانة المستمرة بشكل سنوي. فإحنا نشهد الآن تطور في كل جانب. يمكن النقاط بعد المهمة خلال إعادة هيكلة الوزارة الآن هناك خطوة كبيرة جدا، إحنا سنكمل المسيرة التي بدأ فيها الإخوان في وزارة العمل وشؤون الاجتماعية بضم
مرحلة الحضانات إلى وزارة التربية في مرحلة الطفولة المبكرة. الهدف من ذي هدف تعليمي حتى يستطيع هؤلاء الطلبة إضافة إلى الرعاية أن تكون هناك قيم أساسية وهناك كفايات أساسية يحتاجها للطالب. فكان كل ما تكون هذه القيم وهذه الكفايات متسلسلة يكون تأثيرها أيضا على الخريج مستوى. نعم سعادة الوزير، لا شك أن الإنجازات يعني كبيرة ومتعددة في مختلف المجالات، خصوصا في ما يتعلق بالجائحة، وأيضا تواصل الوزارة على المستوى الدولي وتحقيق جملة من الإنجازات على المستوى الدولي، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي يعتبر هدف محو الأمية الرقمية هدفا أساسيا من أهداف التنمية المستدامة. ما هي الخطط والبرامج التي تسير عليها وزارتكم الموقرة لتحقيق هذا الهدف المهم؟ احنا الله يسلمك أخي الكريم وأخواني المشاهدين الكرام، أيضا نحن في هذا الجانب النسبة التي حصلناها أيضا نسبة جدا مشرفة، ولكن الآن انتقلنا من محو الأمية إلى أيضا الأمية الرقمية. عندنا الآن أكثر من مركز في مختلف المحافظات، الهدف من ذلك توفير التعليم سواء كان للذين يعني حالة ظروفهم من استكماله في فترة عمرية معينة، وأيضا كذلك توفير الخدمة التي توفر اليوم ننتقل إلى مرحلة محو الأمية الرقمية، يعني كيف استخدام الحاسب وغيره من منظومة التعلم. وأيضا هذه نقطة مهمة أساسية في موضوع التنمية المستدامة. أخي الكريم كما تعرف ويعرف أخواني المشاهدين أن التعليم هو عصب التنمية، ولله الحمد مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، نالت فيه سمعة دولية تؤكدها التقارير التي تنشر عن مملكة البحرين. نعم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.